محيطنا أمانة بين يدينا، والحفاظ على البيئة اللي دايرة بينا واجب علينا. جرين مايك الآن. إطار التنمية المستدامة يمكن الجمع بين القضية البيئية والفائدة الاقتصادية، هذا ما سوف تتعرفون عليه في هذا العدد من جرين ماج. نساء ريفيات يرفعن التحدي ويحولن التنوع النباتي لغابات عنابة الجزائرية إلى مصدر لبناء مشاريع اقتصادية ناجحة. أستوري سنقص عليكم قصة مسابقة زهرة العناب، مسابقة أجمل حديقة منزلية في مدينة عنابة. في نصيحة خضراء، حلول فعالة لطرد الطاقة السلبية ونشر الطاقة الإيجابية في منازلكم. وفي هذا العدد آخر أخبار البيئة وفقرات متنوعة. مساء الخير. للتنوع البيولوجي الثري لمنطقة سيرايدي بعنابة الجزائرية أهمية إيكولوجية بالغة على المستوى الوطني والدولي كذلك، لكن فائدة هذا التنوع لا تقتصر على البعد البيئي فقط، الواقع أنه يمكن استغلال نباتات المنطقة لتحقيق فوائد اقتصادية. هذا ما قامت به مجموعة نسوة ينتقين نباتات وأعشابا طبية وعطرية من أجل تقطير واستخلاص الزيوت النباتية. العملية تتم من دون إلحاق الضرر بالغطاء النباتي للمنطقة، وتسمح بإدماج النساء الريفيات في مشاريع تنموية. التغطية قام بها الزميل مهدي أيت قاسي. هذه السيدة أمال، رئيسة تعاونية خاصة بتقطير الأعشاب الطبية والعطرية. دار الشباب الكائنة في منطقة سيرايدي بعنابة هي المقر المؤقت للتعاونية. الزيوت العطرية ومواد التجميل هي المنتوج النهائي الذي تسبقه رحلة عمل شاقة. أبطالها سبع نساء ريفيات اخترنا التخصص في المجال. هنا تلتقين دائما قبل مغادرة المكان متوجهات نحو جبل إدوغ لقطف الأعشاب. أنا المتعة الطبيعة من بكري، أنا ما جاتنيش الفرصة بركة كي من هادي، بصح عندي عشق كبير في الطبيعة، نحب النوار، نحب الورود، نحب النباتات، نحب نغرس. شنو ما تحت ليش الفرصة وما عنديش الإمكانيات باش سما عنا القرية تاعنا بعيدة على المدارس هادية وبعيدة على، ما نقدرناش باش يعني نتواصلوا ونعملوا تكوينات، ما كانتش عنا يعني كيما نقولوا حنايا إنيدي خلاص في التقطير هذا. هذا المشروع تاعنا التعاون الألماني الجزائري هو اللي جاب لنا المشروع هذا، درسوا وعملوا دراسه وجاوا قالوا كاين دركا راح نزوز مجال تربيه النحل ومجال تقطير الاعشاب الطبيه. انسان اللي تحب تروح في المجال هذا راح نكونوكم. يعني جاتنا فرصه لا تعود، يعني كنا من النساء نقدر نقول لك المحظوظات في المشروع هذا. قبل 3 سنوات كانت امال وزميلاتها نساء ماكثات في البيت. ظفر المرأة بمنصب شغل في المناطق الريفية ليس أمراً هيناً،
لكن مشروع تعاون جزائري ألماني منح النسوة فرصة التكوين في مجال تقطير النباتات قبل إطلاق مشروعهن الخاص. رغم هذا، ولوج النسوة عالم الشغل لم يكن سهلاً أبداً. كانت تجربة في بداية الأمر صعبة للمرأة الريفية، ما يكتف في الدار، كيف كانت يعني باش تخرج وتجي للجبل وكلش، بصح يعني يرجع الفضل الكبير للأسرة، دعمتنا الأسرة تاعنا، منهم من الزوج، العائلة، الأخت، تسمى كنا في تعاونية، نقدر نقولك احنا تاعنا سبع نساء، بصح فيها كل فاميليا، يعني في بعضنا، يعني أسرة واحدة، تغلبنا على حوايج ياسر، على التقاليد تاع المرأة، على كانت تقاليد شوية عنا صعيبة باش المرأة تروح تقرا. وحنا عندنا بالمنطقة تاعنا في الريف شوية ما عندناش احنا المرأة اللي تخدم هدية، ولي شوية حتى كي تخرجك تخدم شوية تلقى صعوبات. جبل إدوغ منطقة ذات تنوع بيولوجي ثري، عشرات الأنواع النباتية النادرة والمستوطنة تتوزع هنا. من هنا تقطف النسوة الأعشاب لتقطيرها. جولة اليوم خصصت لجمع نبتة الضرب. عندنا زيوت مختلفة، عندنا زيت الكاليتوس، عندنا زيت الريحان، عندنا زيت السرول، عندنا زيت الكليل، عندنا زيت البابونج، سما كاين زيوت تروح للمواد التجميل. استفدنا من عدة تكوينات، رحت حتى لتونس تكونت على نبتة الضرو، الضرو النباتي والضرو الأساسي بالطرق الصحيحة، كيفاه يتغرس، كيفاش وناه الوقت الصحيح تاعو اللي تقدر الشجرة تقدر يعني تقطف منها، تقدر تقطر منها، وقتها يمدلك الروندمون ياسر، وقتها ما يمدلكش. قطف النباتات لا يتم بطريقة عشوائية، لابد من استعمال تقنيات خاصة تحافظ على سلامة شجيرات ونباتات المنطقة ولا تهدد التنوع البيولوجي للمكان. هذه التقنيات تدربت عليها النسوة في عدة دورات تكوينية. كنا لا علاقة، يعني كي نجي ونقطفوا ولا حاجة ما نعرفوش، نحوها نحيو لها لي غاسين تاعها الشجرة، حتى كاينة شجرة وكاينة شجيرة، كي نحيو مسكينة نحوها بها بها باللي الواحد تاعها لي غاسين تاعها، حتى يعني تسمى نقدروا نقولوا قاعدين نفزوا، منشنا قاعدين على طرق، حتى يعني الأجداد نتاعنا وكلش اللي علمونا كيفاش الطرق الصحيحة، اللي كانوا مساكنوا متانا عشوائي، يعني ما كانوش على أسس يعني صحيحة، بس الحمد لله كي عملنا التكوينات عدنا دركا نحافظوا حتى عليها، نخموا عليها، حتى كي نقطفوا المرة هذه من البلاصة للبلاصة الأخرى العام الجاي باش نلقاوها عملت لنا، سما ولات هي نقدر نقول لك الأساس تاع الرزق نتاعنا، هي الحياة. تقسم مهام العمل بين النسوة المنتسبات للتعاونية، الجانب الربحي جزء ضروري لديمومة هذا المشروع البيئي، وإشراك المرأة الريفية في استثمارات مشابهة قد يدفع بعجلة التنمية في أكثر المناطق الريفية عزلة. التعاونية تاعنا عندنا رئيس التعاونية، عندنا المسيرة التعاونية، عندنا أمينة المال، عندنا الأعضاء تاع التعاونية، سما كل وحدة والمهام تاعها. كي نتجمعوا نديروا اجتماع جمعية عامة، نطرحوا بار اكزومبل عندنا المشاكل تاع التسويق، عندنا مشاكل تاع الامبالاج، عندنا مشاكل تاع ليتيكتاج، يعني والحمد لله قدرنا عليها. تستمر عملية القطف طيلة يوم كامل. لابد من جمع القدر الكافي من الأعشاب العطرية قبل الشروع في عملية التقطير، لا يتسبب تقطير النباتات في أي انبعاثات غازية سامة، والنفايات الناتجة عن العملية قليلة وقابلة لإعادة التدوير. فكرة جديدة
راح نتصلوا بالفلاحين كي نحيو الديشي تاع الواحد يقدروا هما يديوه باش يعملوه غبار للاراضي نتاعهم، يعني اي حاجه اللي نحطوها في القطار راي تسمى كامله ماهيش راح تروح خساره. يبدو ان المهمه تمت بنجاح. تسلك النسوة نفس الطريق الغابية للعودة. قبل الشروع في عملية التقطير تغسل نبتة الظرف. هذه آلة التقطير. تنتج العملية زيوتا عطرية تفصل عن المياه المقطرة. بعد ما نزنوها نجيبوا عنا 20 إيترة تاع ماء صبوها في القطار. كن صبوها في القطار نحكموا العشبة تاع الضرو نحطوها داخل القطار باش نقوموا بعملية التقطير. عندنا 3 سوايع باش نكملوا عملية التقطير. 3 سوايع تستهلك 3 سوايع الوقت هذاك تخرجوا لنا الدرولا والزيوت. هذه المنتوجات الطبيعية ذات جودة عالية، رغم ذلك تواجه النسوة مشاكل جادة في تسويقها، ربما تفسر بصعوبة الترويج لها في مناطق ريفية معزولة. المنتوج تاعنا باللي بيو 100% باسكو البلاصه اللي نجيبوه فيها ما كاين لا يعني فيها حتى تلوث. عندنا مشكل تاع التسويق. المنتوج هذا تاعنا مهما يعني نخدموا فيه بلاكاليتي عملنا له ديزاناليز وكنساء ريفيات وشويه عندنا الحاله لهنا شويه ماهيش يعني اونجيغي المراه الريفيه ما حطوهاش باللي تنتج المنتوجات هذه. رغم كل الصعاب يبدو أن لا شيء يقف في وجه طموح نساء ريفيات. استطعنا ترويض جبل إدوغ وتحويله لباب رزق. أهلا بكم مجددا مشاهدين برنامجكم البيئي جرين ماغ لا يزال متواصلا. نصل الآن إلى الجولة الصحفية البيئية التي سنقرأ فيها مجموعة مقالات بدايتها بمقال تساءل كم مرة يجب أن تغسل شعرك في الأسبوع. المقال أشار إلى أن فروة الرأس أقل تعرضا للأوساخ والتلوث من بشرة الوجه. إلى مقال آخر عنوان انبعاث روائح غريبة، ما الذي يشمه رواد الفضاء؟ الإجابة في تفاصيل هذا المقال. وفي مقال آخر خطط في دبي لإطلاق أول قارب طائر يعمل بالهيدروجين. وفي آخر مقالات فقرات إيكوبخاس غواص في تركيا يكتشف أنقاض ميناء يوناني قديم. كل تفاصيل هذه المقالات في إيكوبخاس.
المشروع أعلنت عنه شركة سويسرية قالت إنها صممته بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم، يتسع ل12 راكباً ويعمل ببطاريتين تعملان بالطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة على احتوائه على كل عناصر الفخامة والرفاهية. غواص يكتشف أنقاض ميناء يوناني قديم في تركيا. عنوان والعثماني، ويعتقد الخبراء أن السكان تركوا المدينة لتصبح مهجورة في القرن الأول قبل الميلاد بسبب تفشي وباء مجهول. إلى فقرة بيئة ستوري، أين سنتعرف على مسابقة زهرة العناب، هذه النبتة الرمز لمدينة عنابة الجزائرية. المسابقة تتوج أجمل حديقة منزلية وواجهة مزهرة في المدينة، وهي تهدف لنشر ثقافة الاعتناء بالمساحات الخضراء بين السكان. تعرفوا على مسابقة زهرة العناب في بيئة ستوري. جاسي بلال، نحاول نحيو مدينة عنابة.
تستفاد. كثيرا ما نشعر بالراحة النفسية داخل منازل دون غيرها، قد يعود السبب للطاقة السلبية أو الإيجابية المنتشرة داخل هذه المنازل. في نصيحة خضراء تعرفوا على كيفية جذب الطاقة الإيجابية والتخلص من الشعور بالقلق والتوتر داخل بيوتكم. كثيرا ما نشعر بالراحة في بعض المنازل دون غيرها، إن لم يكن السبب واضحا فقد يعود الأمر للطاقة السلبية أو الإيجابية المنتشرة في المنازل. لجلب الطاقة الإيجابية في المنزل ابدأوا بالتخلي عن كل الأغراض المهترئة والمكسورة، ستشعرون بالراحة النفسية بعد ذلك مباشرة. احرصوا على خلق تيار من الهواء الطبيعي في أرجاء المنزل، فتح النوافذ أمر ضروري للصحة الجسدية والنفسية، ولنتيجة أحسن اعتمدوا تصميم نوافذ كبيرة تبعث الهواء المنعش وتسمح بمرور ضوء الشمس. لا تخزنوا أغراضاً لستم بحاجة لها، الفوضى التي تتسبب فيها ترفع من نسبة الطاقة السلبية في بيوتكم دون أن تدركوا ذلك. للنباتات تأثير مبهر في جمال البيوت، كما أنها تنشر طاقة إيجابية عالية في المكان وتبعث البهجة في النفوس بشكل سريع. جملوا منازلكم بالمرايا، هي تسبب اتساعاً بصرياً للمكان، كما تعكس الضوء المحيط وتضاعف الإضاءة بصورة مبهجة. لن تشعروا بالاسترخاء فور دخول المنزل إلا إذا كان المدخل منمقاً ومرتباً. احرصوا على اختيار ديكور لهذه المساحة بعناية. المصدر الأساسي للطاقة السلبية والقلق والتوتر هو عدم نظافة المكان. التنظيف بشكل يومي يوفر حياة هادئة وصحية. تدفق المياه باعث للطاقة الإيجابية كذلك، نافورة صغيرة من الماء قد توفي بالغرض بشكل جيد. أنيروا زوايا المنزل التي لا تصلها أشعة الشمس بمصابيح اصطناعية، فالنور طارد للطاقة السلبية. تجنبوا الألوان النارية في غرف النوم كالأحمر والبرتقالي، هي تزيد التوتر والقلق، عوضوها بالألوان الفاتحة والهادئة. إذا كان لديكم دورة مياه في غرفة النوم، احرصوا على إبقاء بابها مغلقاً كي لا تنزعجوا من الروائح المنبعثة منها. من أهم مصادر الطاقة الإيجابية في البيت التعطير الجيد والتخلص من الروائح الكريهة. للبخور بشكل خاص قدرة على طرد الطاقة السلبية، كما يمكن الاستعانة بالزيوت والعطور الطبيعية. استخدام الملح والخل والليمون في عملية التنظيف يساعد على التخلص من الطاقة السلبية في المنزل بشكل فعال. هذا ويستحسن ترتيب الأثاث على أطراف الغرف لإعطاء مجال للطاقة الإيجابية بالتوزع والمرور داخل المنزل. في ختام هذا العدد أتمنى أن تكون فقرة جرين ماج لهذا الأسبوع قد نالت إعجابكم. تفاعلوا مع محتوى البرنامج عبر الصفحات الافتراضية لقنوات الشروق وراسلونا، أنتم تساهمون في صنع محتوى برنامج جرين ماج. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بحول الله، تذكروا دائما أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.